معانا الأستاذة منال من المنيا. أيوة، السلام عليكم يا دكتور عمرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك يا دكتور عمرو واللي حوالينا برضو، ليك إنسانة محترمة، ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب. ربنا يحفظكم ويزيدكم نور وبركة. يا دكتور عمرو، أنا كده معايا مبلغ، فأنا طيب. بساهم فيه في عداد نور، في عداد النور بتاع بيتنا احنا. المرة دي دخلت في عداد النور بتاعنا احنا، يعني هحط المقدم لو كنا هنجيبه بالقسط او حاجه، فحطيت فيه مقدم اول مقدم ليه، يعني عشان نشتري، عشان نقدم طلب ان يجينا عداد النور. هل تعتبر ليا صدقه تجاريه يا دكتور عمرو؟ لمين بقى انت حطيتي؟ لبيتك، لبيتك انت الشخصي؟ لبيتي، لبيتي يا دكتور عمرو الجديد، لبيتي. طيب. عداد نور هو. والله 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 تفكير كويس، وبيمشي مع اللي احنا بنقوله، ان كل واحد فينا يعتبر بيته واسرته عباده. بعض الناس بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعه الخير، ما اللي انفقته دوت انفقته على بيتها. اللي انفقته على بيتها ولم يكن واجب عليها، فلما انفقته كانت صدقه. فهذه الصدقه هل تعد صدقه جاريه لانها ممتده؟ تعد صدقه جاريه لانها ممتده. بس الفلسفه اللي انا عايز اقول هي، واحد يجي يقول طب وليه الناس بتفكر في ده؟ الناس بتفكر في ده، عارفين ليه؟ ولذلك أنا بشكر جدا جدا السيدة منال على إن هي اتصلت عشان أكلمكم عن هذا الموضوع. يا سادة، لو سمحتوا بعد إذن حضرتكم امتنوا لأحبابكم، اشكروهم. هي عايزة تقول، تحس إن ربنا شكرها على ده، هي عايزة تحس إنها عملت حاجة وجالها شيء يسعد قلبها، لأن هي عايزة تحس بإن هناك امتنان ليها. فلازم نعمل كده ونمتن لأهلنا. وبتسأليني دي صدقة؟ صدقة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حتى عن الرجل واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة. أما وإني مش واجب عليك أن أنت تنفقي في البيت ده، فعملت ده فهو صدقة. نعم صدقة، ومن أعظم الصدقات، ودي صدقة أهم من صدقة أن أنت تروحي تعملي عداد نور في بيت حد تاني. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب العظيم ويكتبها في الصدقات الجارية إن شاء الله.